الـ ERCP infections طلبها مني الدكتور مصطفى هي طبعا الـ ERCP انا استاذ في قسم التروبيكال في القصر العيني، الاسم مبني سنه او مبتدا سنه 50. الانفكشوس ديزيز بدات طبعا، لكن في تخصص يضم برضه الجاسترونتولوجي والاندوسكوبي. انا هحكي باختصار، ده برضه يلمنا ان احنا جميع التخصصات تخش. الاي ار سي بي بدا في الستينات وكان تخصص صعب شويه الحقيقه. طبعا بدا في الجنرال ميديسن وبدا في التروبيكال ميديسن، دي لازم اجيب صوره اساتذتي. دكتور ابو شادي الروبي كان اصلا مدرس في الحميات واستشاري في الحميات العباسيه وبقى استاذ في التروبيكال في سنه يمكن 55 56 وانشا وحده المناظير وبالاشتراك مع برضه اساتذه البطنه. طبعا الدكتور شكري حنطر بعد كده ادار الوحده، ثم الدكتور سراج، ثم الدكتور ايمن يسري، دول اللي علموني فلازم برضه اذكرهم. لكن الحقيقه كان لسه التكنيك جديد فكان محتاج تخصص، فروحت هولندا. برضو انا بقول للي اصغر مني جايز ده كان درس بالنسبه لي صعب جدا. رحت هولندا الحقيقه علمني الراجل ده كيس هيربريخس، ده اول واحد عمل اي ار سي بي في العالم والبيبرز باسمه، وده الراجل الثاني بعد كده. الاي ار سي بي او الادفيرس ايفنتس اسوشيتد اي ار سي بي تضم الانفكشن ليها جايد لاينز منشوره في الجي اي تي اندوسكوبي 17. نتمنى ان مصر نشوف يمكن المؤتمر او بعد سنتين ثلاثه، لكن بطلنا لو بطلنا نحلم نموت. الاي ار سي بي مشكلته في الانفكشن اللي هو الديودينوسكوب، المنظار ده مختلف، ده مختلف في حاجتين وبيعمل انفكشن في حاجتين اكيد هنشوفناها في الحميات كلنا، اللي هو ليه حته جوه علشان البابيلا بتبقى لاترال هنا، فلازم يطلع الاكسسوارز كنوع من الانترفنشن يطلع الحصوات. انه ليه ليفر اللي هو الشانل مخصوصه بترفع ده الليفر بيخش لها الاكسسوارز وبترفعها، فتنظيف الليفر ده هو المشكله، بيلم الانفكشن ويدخل عيان في الكومبليكيشنز اللي هنشوفها. الحاجه الثانيه الصبغه اللي هي السودا دي اللي بنحقنها عشان نلون البيليري داكت، برضه مشكله زي ما هنشوف هتتعالج يعني ايه مشاكلها وايه حلولها. الكومبليكيشنز اكتر حاجه الكولانجايتس، يليها الكوليسيستايتس، وبعدين الديودينسكوب ريليتد ترانسميشن اوف انفكشن، واخر حاجه الانفكتيف اندوكاردايتس. الكولانجايتس هي علاقه غريبه جدا مع الاي ار سي بي. الاي ار سي بي بيحل الكولانجايتس، بيعالج الكولانجايتس. يعني لما كنت في هولندا كانوا بينزلوا اجازتهم السبت والحد بدل الجمعه هنا، كانوا بينزلوا ايمرجنسي في السبت والحد يحلوا عيان الكولانجايتس، لانه لو سابوا اكثر من 24 ساعه بيتدهور. دي برضو مهمه جدا. يبقى هي علاقه ما بينهم غريبه، ان الاي ار سي بي از اندوسكوبيك موداليتي اوف تشيس for treatment of acute cholangitis. However, cholangitis and sepsis are known adverse events associated with ERCP. بيحصل من نص ل 3% of cases. طيب البرزنتيشن طبعا كلكم عارفين مايلد فيفر جوندس وابدومينال بين او سيفير هايبوتنشن والتر دمنتال ستيت. التايمنج مهم جدا، يا اما immediate بعد الاي ار سي بي يا اما ديليت بعد شهرين لثلاثه زي ما هنشوف. الاول طبعا الايرلي ليها ريسك فاكتورز. مين هم اللي بيجي لهم؟ يا اما لو ريسك فاكتورز يا اما هاي ريسك فاكتورز. اول ريسك فاكتور اللي هو السفنكتروتومي، السفنكتروتومي دي اللي هي فتحه البابيلا. البابيلا دي عباره عن بين بوينت فقط بتنزل بايل نظيف المفروض في الطبيعي، لما يحصل ستونز ورا تفتق ذهن العلماء انه يفتحوا البابيلا دي، هي عباره عن حوالي سنتيمتر تتفتح وتنزل الحصوه. ده بيغني العيان عن اوبن سيرجري بدل ما يتفتح بطنه. طبعا عارفين مزايا الاندوسكوبيك في كل العالم، في كل البطن، في السيرجري، في الكدني، في اللنج وهكذا. لكن السفنكتروتومي دي ربنا عاملها لحاجه، السفنكتر ده عشان يمنع الجي اي تي اورجانيزمز انها تخش بايل داكت، فاحنا بنبوظ الحته دي.
يعني او العلماء او التكنيك بيبوظها، لكن عالجوها بحاجه تانية. يعني لما تلاقى ستاديز هل يتساب العيان ويتفتح سيرجري ولا يتعمل له الاير سي بي، لقوا ان هو كده احسن والكومبليكيشنز ممكن تخف بعد كده، عشان برضو لو الناس فكرت ان هي دي شيء مضر للبشريه. الحاجه الثانيه الرانديفو تكنيك، لما بيفشل ساعات بيخش من هنا من تحت ودي الديودينام يفشل، يقوم برضو التعاون مع اساسه الاشعه يتدخل واير عن طريق السكين والليفر من بره فيتعمل حاجه اسمها رانديفو. طبعا ده مانيبيوليشن، يعني مش عايزين نقول كلمه ان هو العين مفتوح على الشارع، يعني قصدي في فتحه هنا فبتدخل الانفكشن. الحاجه الثانيه لو فيلد درينج، لو حقنا الصبغه دي داخله بانفكشن وما عرفناش ننزلها. الحاجه الرابعه منظار جديد برضو العلم تفتق ان هو الكومن بايل داكت دي اللي جوه فيها ستريكشر ومش عارفين نشخصها، فاخترعوا منظار تاني يخش جوه المنظار الاولاني بيسموه مذر اند بيبي، الام وابنها، وياخد منه بايوبسي. فده برضو بيزود ايه السورس اوف اورجانيزمز وانفكشن. الحاجه الثانيه لو في هاي اسباب بقى ريسك، هاي ريسك اول حاجه انكمبليت درينج زي ما قلنا، نمره 2 حاجه جوه الليفر اوبستراكشن اللي هي اكتر حاجه اللي هي الهايلر كولانجيوكارسينوما، لما يبقى جوه ده دي صوره طبعا المنظار وده جوه الليفر، لما يبقى فيه اوبستراكشن جوه الليفر والصبغه تتحشر وراه. الحاجه الثانيه البرايمري سكليروزنج كولانجيتس عارفينها كلنا، مرض جينيتك بيبقى فيه مالتيبل ستريكشر جوه الليفر، فلو حقنا فيه صبغه مش هنعرف نطلعها، ده ممنوع ان يتعمل له ERCP ولازم يتعمله الاول MRCP، يبقى في مانداتوري مش هنكلف العيان لكن هننقذ حياته. لازم اي عيان قبل ما يعمل انترفينشن اندوسكوبي يعني ERCP يعمل MRCP وCT. الحاجه الثانيه لو بوست ليفر ترانسبلانتيشن، زاد دلوقتي في مصر طبعا موضوع زرع الكبد بيشيل الرايت لوب وهنا وبيحصل سكيميك ستريكشر جوه الليفر ممكن وانستموتيك ستريكشر برضه، فالحالات دي برضه بتتعرض لانفكشن. البريفنشن بقى بتاع الكلام ده، اول حاجه انتيبيوتيك بروفيلاكسيس، طبعا اساتذتنا قالوا ان نخلي بالنا، فالجايد لاينز بتقول ايه امريكاني نتمنى نشوف في مصر بروتوكولات بعد ريسيرش. انديكيشن اول حاجه الزرع ليفر ترانسبلانتيشن، ان ده عيان فولنربل وعنده هاي ريسك زي ما شفنا. نمره 2 سسبكتد اوبستراكشن زي ما قلنا وانكمبليت درين، يعني الصبغه دخلت وما خرجتش. نو روتين يوز وين كومبليت بيليار درينج از انتسيبيتد، يعني لو اتعمل له درينج كويس اللي هو الاوبستراكشن نوت سسبكتد، يعني ما بقاش فيه اوبستراكشن. الحاجه الثانيه طيب الانتيريك جرام نيجاتيف اورجانيزم وانتيروكوكاي معروفين. البروبر اير سبي تكنيكس بقى في الهايلم وفي الستونز. في الهايلم لو اونلي يونيلاترال درينج از اكمبلتش افتر باي لترال كونتراست ماتيريال اوباسيفيكيشن، يعني ايه؟ ادي الصوره، معلش هو كلام تكنيكال شويه لكن اعتقد بنشوفه برضه ماشي كده تمام؟ طيب الهايلم في الليفر هنا ده تيومر جوه الليفر بيبقى سادد يمين وشمال، لو احنا دخلنا بالمنظار وصبغنا وعملنا درينج للرايت سيستم بس زي الصوره الثانيه وسيبنا الليفت سيستم مش درين، العيان ده هيجي له كولانجيتس وهيضايق للاسف. فيبقى الحل ايه؟ يتعمل له MRCP الاول، دي صوره MRCP للصوره دي الكروكي، ويتعمل له تو ستنتس لازم، يعني احنا برضو يعني كجنرال او انفكشوس ديزيز لازم نطلب من الاندوسكوبيست يركب دعامتين يمين وشمال ويبقى العيان متفضي زي كده، ما يبقاش في الصوره دي ابدا. الحاجه الثانيه الانكمبليت ستون كليرنس بعد الميكانيكال لاسو تريبس، اخترعوا حاجه للحصوات الكبيره برضو، الحصوات بيتراوح حجمها من سنتي لثلاثه، السنتي الصغيره دي بتنزل لوحدها او بتنزل بالفتحه بس، انما الكبيره قال لك مكسرها، قام اخترعوا حاجه هنا كده بنسميها زي المنافله، يعني هي بتمسك الحصوه ونبتدي نعصرها فتتفتت ونطلعها. طبعا ده تكنيك بياخد وقت وبياخد مجهود ويدخل انفكشن. طيب الحل ايه؟ ان يتحط للعيان دي دعامه، ستنت اسمها دعامه. الدعامه اللي هي البلاستيك دي بتخش جوه البايل باكت وتقعد 3 شهور فقط البلاستيك، هنتكلم عنها لان مهمه برضه.
الحاجة التانية اكتشفوا ان يتعمل سفنترو بالون سفنترو اوتومي، يعني بالونة بتتنفخ والحقيقة بتوسع الكومن بايل داكت مش بتقطعها. ليه بقى؟ لان لقوا ان القطع ممكن ما يعملش ستريتشنج، لكن دي جديدة بقى لها حوالي 3-4 سنين بتعمل ستريتشنج للكومن بايل داكت ويقوم ينزل الحصوة وبعد كده ترجع البالونة يرجع الكومن بايل داكت زي ما هي، وممكن كومباينيشن مع الفتحة برضو اللي هي الاسفنكتروتومي دي. فده احد الحلول. الحل الثاني لو لقينا انفكشن يبقى احنا شاكين في اوبستراكشن او الدعامه مايجريتد، ده في وجود الدعامه. لو في اوبستراكشن العيان ايه السبب؟ لو في دعامه ان اللي هو حاجه اسمها البكتيريا البايوفيلم، برضه بكتيريا البايوفيلم بتتلم على دي الدعامه الزرقاء دي وعليها بكتيريا البايوفيلم بتتلم عليها. الحاجه الثانيه لو التيومر لو في ورم وبحطط له حواليه دعامه اللي هو الصوره الحمراء دي، الورم بيكبر ويسد الدعامه. الحاجه الثالثه لو الدعامه قعدت اكتر من 3 شهور، الدعامه البلاستيك لازم تخلص بعد 3 شهور، فاحنا لازم نفهم ان العيان اي عيان محطوط له دعامه بلاستيك لازم يروح للمناظير يشيلها بعد 3 شهور. طيب البريفنشن بقى ستنت فاكتورز ايه هما؟ ان احنا نحط حاجه اسمها ميتال ستنت اوسع من البلاستيك. الميتال ستنت دي حوالي سنتي زي ما احنا شايفين، فاوسع بس غاليه الحقيقه جدا، بيوصل 6000 جنيه. البلاستيك رخيصه ارخص ب 300، وهنشوف بنعملها برضو حتى من 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 تيفلون سلك يعني بنجيبه بتقف ارخص. الحاجه الثانيه ان احنا نحط مالتيبل بلاستيك ستنتس زي الصوره دي، حاطين 2 جنب بعض يقلل الانفكشن او 3، بس كل ده بياخد وقت طبعا اطول لكن مفيده. الحاجه الثانيه ان احنا نحط دعامه واسعه، دي مقاسات الدعامات دي 10 فرنش حوالي 3 مللي واكبر من 7 فرنش. الحاجه الثانيه ان احنا ده التفلون اللي قلت بيشتراه من المانيا وبنيجي احنا بنقصه بدل ما الشركات تبعه لنا كده احنا بنعمله ونقصه. وطبعا استاذ الدكتور مازن نجا في هامبورغ بيجيبها من هامبورغ، راجل اسمه سوهندرا كان راجل اسيوي وعايش هناك وبيوفر بيعرف يجيب تفلون كبير ونقص احنا منه نوفر علينا. الحاجه الثانيه البيشنت فاكتور طبعا لو ستريكشر ايتيولوجي مالجنسي غير البوست اوبراتيف، اللوكيشن قلنا جوه الليفر او بره، الاكسبيرينس بتاع المكان لازم نبقى متاكدين برضه احنا باعتين الحاله لمين بيشتغل، والبيشنت سرفايفل. الحاجه الاخيره او يعني الحاجه الثانيه لو ستنت مايجريشن اللي هو ان الدعامه تتزحلق، يا تتزحلق تحت زي ما تشوف لازم نعملها سي تي هنا او اكس راي، مهم جدا العيان احنا بنشتغل على سي ار الجهاز فيه اكس راي فنبص عليها، وهنا اتزحلقت او تتزحلق جوه الكبد، يعني ممكن تخش جوه بقى الكبد ودي بتبقى قصه برضو بتحتاج وقت. والدعام الفلاجز اللي في الدعامه هي دي المهمه بتمنع زحلقتها اللي هي الشفه اللي فيه. الاكيوت كوليستايتس كومبليكيشن الثاني هو اقل طبعا لكن بيحصل، اسبابه يا اما ستون اتحشرت او اتحط حاجه اسمها كفرد ميتال ستنت، ده في 6% من حالات الكفرد ميتال. الكفرد ميتال دي زي هنا بتقفل السيستم داكت، يعني ده هنا في تيومر لو اتحط الكفرد ستنت دي يعني متغطيه كلها تقوم تقفل الدرين بتاع السيستم داكت يقوم يحصل انفكشن وكولستايتس. طبعا دي الانكفرد ستنت حلها هي انكفرد ستنت، ده الانكفرد ستنت الكفرد والانكفرد. طيب المانجمنت هنا يا اما كوليسيستيكتومي يا اما برضو انترفنشن لو العيان ان اوبرابل. في 3 مودز، يا اما بيركوتينيوس كوليسيستوستومي مع يعني دكاتره الراديولوجي يعمل يحط درين في الجول بلادر على بره تو درين، او بترانس بابيلاري برضو جول بلادر درينج عن طريق منظار الاي ار سي بي يخش البابيلا ويقوم داخل الجول بلادر ويحط فيها دعامه، او مور ريسنت بقى ادفانسد الاندوسكوبك الترا ساوند المنظار اللي عليه سونار جهاز سونار بيتركب بيشوف هنا الانفكشن ويقوم يركب دعامه تخينه يعني لسه نازله مصر يمكن من شهرين ولكن لسه محتاجه تريننج طبعا، ويركب دعامه ما بين الجول بلادر والديودينم تعمل ريليف.
الحاجه الثالثه اللي هو ديودينم ريليتد ترانسميشن اوف انفيكشن. ده ليه؟ لا زي ما قلنا نتيجه للليفر. والحاجه المهمه بقى في مصر اللي عايزه ديسكشن اللي هو الاكسسوارز بتاعت اللي بتستخدمها حتى في الاي ار اس بي وفي القلب كمان، هل سنجل ولا مالتيبل؟ ده حوار كبير ومحتاج قاعده اعداد لانها غاليه جدا الحقيقه. يعني البالونات والحاجات دي الواحده منهم ب 5000 جنيه الحقيقه. مصر لحد دلوقتي بتعقمها، لكن بره فيها اختلفوا برضو عليها، وده ديبيت كبير ممكن نتكلم ده عايز قاعده لوحده. لكن في الهند لقيت بيبرز بيعقموها برضو، لانه لقى انه العيان لو سابه هيموت من غير ما يعمل له اللي ما عندوش الفلوس. وممكن يتعمل حل ثالث، حاجه اسمها ثيرد بارتي، شركه ثالثه بتيجي هي تعقم الحاجات دي. فده حوار كبير ومحتاج بقى قاعده بعد كده. الاورجانيزم طبعا زي ما قالوا اساتذتي اللي فيه بيخش للاسف الكاربيني بام ريزيستنت التيروبكتريسي دي. البريفنشن طبعا اول حاجه الكليننج بروتوكولز في امريكان جايد لاينز، في مصر هنا نزل الشهر اللي فات الجهار هاند بوك اوف هوستل ستاندردز، وفيها بروتوكولات للانفكشوس انفكشن كنترول في مصر، وشركه اعتقد الاستاذ الدكتوره منى واصف مع 2016 وبيعملوا دلوقتي جايد لاينز جديده. الحاجه الثانيه الماده اللي بتعقم الليثايل اوكسايد ولكن ليها بعض السايد افكتس انفلاماتوري توكسيستي وليميتد افيلابيلتي وممكن تبوظ الجهاز شويه. الكالتشر طبعا بتتعمل ولكن sometimes fails. الاخر حاجه ان عملوا منظار جديد لسه من شهر في disposable liver، يعني الليفر اللي احنا قلنا الغلس ده اللي هو بيلم وساخه بيتشال منه، فده شركه بينتكس عملته لكن لسه بقى هنشوف يعني سعره وهكذا. اخر حاجه بقى البكتيريميا والاندوكاردايتس. طبعا الاي ار سي بي بيكم ثيرد اوف اندوسكوبيك بروسيجرز اللي هي بتعمل بكتيريميا بعد الاستروجيت دايلاتيشن والفاريسيال سبيرينو ثيرابي. هي من 6% في بعض الحالات الى تزيد ل 18%. الريكومنديشنز بقى حسب البروتوكول ان هو برضو اجينست روتين ادمنستريشن اوف انتيبيوتكس في الحالات العاديه الا في الهاي ريسك كاردياك كونديشنز اللي هم هنا مكتوبين. لو عيان حاطط بروستيتك فالف او هيستوري اوف انفكتيف اندوكارديتس او كاردياك ترانسبلانت ريسيبيانتس وديفلوب كاردياك فالفوباسي او الكونجنتال هارت ديزيز او ان ريبير ساينوتيك كونجنتال هارت ديزيز انكلودينج باليتيف شانس وكوندوي او الكومبليت ريبير كونجنتال ويز بروستيتك ماتيريال اور ديفايس وبعدين الريبير كونجنتال ويز ريديوست ريزيديوال ديفكتس ات ذا سايت اوف ادجيسنت. الحاجه الثالثه بقى زي ريكومند اجينس انتيبيوتيك بروفلاكسيس بيفور وين اوبستراكشن از نوت سسبكتد زي ما استاذه الدكتوره ميمه قالت. زي ريكومند بس انتيبيوتيك بروفلاكسيس اللي هو هاب ليفر ترانسبلانتيشن ونون او سسبكتد بيلير اوبستراكشن وعارف اللي هو جايز ما يعرفش يعمله دريج. الاخر حاجه خلاص الادفايز انفكشوس تيم ورك يا ريت نتمنى ونعيش يا رب. الامبورتنس اوف اير سي بي مهم وتعليمه مهم والانفكشن كنترول. الكولانجايتس طبعا الاكسسوارز ديس انفكشن ده حوار مع الدوله كلها والايجيبشن ستاديز اند جايد لاينز. واشكركم جزيلا.